في هذا الموضوع، موضوع الان جي اوز. حتى الدولة ما قادرة تتعاطى مع ان جي اوز، حتى هالقد عندهم سلطة، ضعف ذاتي هالقد منعطيين سلطة. نحن عملنا تحرك جدي بهذا الموضوع، هيدا المنطق يلي مش غير قابل، يعني بيقولوا شو اسمه منطق امباتابل، ما فيك تضربه. يعني عم قلك انا مجرم وازعر وحرامي وخارج على القانون، كيف بدك تتركلي هون؟ هيدا عم بتقول لي بدك، هيدا يا بتاخذوا انت يا بتردوا على سوريا، يستلموا السوريين، يستلموا دولته. انا كيف بدي اعمل؟ عم تقول لي الباقيين لاسباب انسانيه وسياسيه وما الى هنالك، اوكي قطشت الريعه ماشي الحال، بدي نظمه هيدا بطريقه افضل. لكن يلي بلاقيه انا عندي، انا ازعر مجرم خارج على القانون، كيف عم بتركه انا هيدا عندي انا هون؟ يعني هون في حق على الدولة يلي ما تحركت بشكل جدي وفاعل وحقيقي، لأنه برجع بقول لك هذا بالمنطق بتقول له هيداك ما في ناقضك فيه، يعني ما بيقدر يناقضك فيه، هذا مجرم، هذا خارج على القانون، كيف بدي اتركه انا هونيك؟ ثلاثة، وهون يمكن لقدام يلي حكينا فيه بالأول، الخطاب السياسي يلي انا عندي بالداخل يلي مفروض لقيله يعني حل، يعملوا بروتوكول بالاداب بين بعضهم يعني. تحت سقف، تحت اطار معين، تحت سقف معين، واربعه رجعت. والملفات يلي جرى تجاوزها بالسابق يجب اعاده، لان ما بتقدر تتعاطى مع اللي هيدي هذا وهيدا مجهول وهيدا كذا، ما بتقدر، ما بتقدر، لانه هيدي حتقول له للي قدامك اذا وقع وفكش اجره مش رح يصدقك لما تقول له وقع وفكش اجره، لانه هو نتيجه التجارب العاطله والمسار السيء يلي موجود ويلي كله مخفي. خليني نروح لأنه الوقت عم يمرق بسرعة، عنا كتير ملفات نحكي فيها، خليني نروح على اللي تفضلت فيها اللي هو الخطاب السياسي. عملية لحظة وقوع هذه الجريمة كلنا حسينا أنه البلد عشفير هاوية وعشفير حرب أهلية، الكلام اللي صار، الاتهامات اللي انزتت عشوائية، سواء كان من مناصري، ما بدي أقول من مناصري القوات اللبنانية، وحتى بعض المسؤولين يعني وبعض النواب اللي بيقولوا عطونا شوفوا وين نحن، قلنا حزب الله، يعني ستة عم تشتغل على طريقة سمى الجيرة وسمى الحي وبعد شوي سماني، يعني هاي الطريقة كانوا، أنه معروف مين اللي معه سلاح، معروف مين هو الدويل ضمن الدولة، معروف يعني ما مش معلي، يعني أنه بلا صار في اتهام عمليا. طلع سمحت السيد بالمقابل كمان رد بضربة أقصى اللي هي تسمية القوات والكتائب بأنه يسعون إلى حرب أهلية، علي الخطاب لهالدرجة عمليا. تصور الاثنين الخطاب كان غير منضبط عمليا. فوين رايح الأمور حتى الساعة؟ الشيء اللي تفضلت فيه وقلت عنا أسئلة مشروعة، مظبوط هي أسئلة مشروعة، بس حتى الساعة القوات اللبنانية ترفض هذه الرواية وبتعتبر أنه اغتيال سياسي دون أن تقدم أي دليل على اغتيال، على أنه اغتيال سياسي. كيف بدنا نكفي؟ قلت لك اولا الخطاب التساجل السياسي اللي قلت لك رايي فيه، يلي هلا هون احنا عم نحكي يلي المفروض انه تساجل سياسي، ما هو تساجل سياسي بس حالي محدده يلي هي هذه الجريمه بس الـ بموضوع التشكيك قلت لك في جوانب انا بعطي يعني بتفهم انه يكون في تشكيك نتيجه اللي حكينا عنه، نتيجه الاحداث مش التاريخيه امبارح يعني، وايضا نتيجه بعض الجوانب يلي هي بحاجه لوقت. هون ما فينا غير ما نوجه تقدير لمديريه المخابرات والجيش ولا فرع المعلومات يلي ساعدها طبعا للانجاز السريع. انت عم تسبق الوقت لانه الارض بدك تسبق الارض يعني كمان بالتوتر. بس هون انا بعرف انه مثلا اول شيء لحظه مثلا ما طلع ولا موقف دولي على بما معناه يعني هن مقتنعين اكثر بالتحقيقات يلي موجوده يلي عملها يلي معموله هلا. لبل اكثر عرفت يعني كمان انه حتى السفيره الامريكيه اتصلت برئيس القوات دكتور جعجع وقالت يعني كانت اقرب انه نحن نثق بهذه التحقيقات اللي حصلت وانه طلبت نوع من الهدوء انه نهدي الاوضاع اكثر وعدم التشكيك بالجيش اللبناني.